لأن مسرحياتنا بتكون كوميدية واجد باي 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 نحن فئات الخريجين إن شاء الله تابعتوني في رمضان في بنات الجامعة ودرب الوفاء. العام سمعتكم حبيتوني الطرف الثانوي، إن شاء الله السنة بعدكم خفيفة عليكم حبيتوني إن شاء الله. إذا تعالوا لنا بالعيد فئات الخريجين، مسرحياتنا وايد كوميدية وإن شاء الله أنتم تعجبكم. ما أدري ليش كل يعطوني دور مسار، ترى يمكن أقصد يلا شوي كذي شلا أمر إن شلا أختي يعني تعرفني أكثر، بس أنا بقول حقهم كل طلعني بعد شلون ما عارف شو أقول. لا ما إنه نقول إحنا بقولي بروفا معاكم أبراج سبت وأنا أطلقكم في العيد وقاعدين ينادوني ما يكلم واحد طب لحظة لحظة